طبعا خلينا يعني نستكمل اخبارنا، وبالتاكيد ايضا متعلقه بمباراه الاهلي وسامبا التنزاني، ويمكن نتكلم على الطاقم التحكيمي لمباراه الاهلي وسامبا التنزاني. يمكن طبعا توم ابو نجيل حكم ان لمباراه الذهاب بين الاهلي وسامبا التنزاني، يمكن طبعا اختارت لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي لكره القدم الجنوب افريقي توم ابو نجيل لاداره مباراه الذهاب بالربع النهائي لدوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي وسامبا التنزاني. وعلى تقنيه الفيديو سيتواجد الحكم المونتاري دحان إبادة، ويمكن كمان هيكون معاه ويعاونه موريشيوس أحمد امتياز. ويأمل طبعا الأهلي حامل اللقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي تحقيق اللقب الثاني عشر في نسخته الحالية، ويتصدر المارد الأحمر طبعا قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقب، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب ويتساوى طبعا مع مازيمبي الكونغولي.